أعزائي، أكيد فقرتنا الجاية ما بتهمش بالتحديد السيدات اللي كانوا مع عبد الوهاب هم مش ناقصين في أغنيته جمال، الجميلة دي، ولا السيدات الرشيقات، ولا الموديلات، ولا فتيات الإعلانات، لكن هو فقرة بتهم الكثير، بل الكثير جدا من السيدات، وبالتحديد الأمهات. طبعا بعد موضوع الحمل والولاده بيبقى فيه بعض الترهلات، بعض الدهون الزايده، بعض الاثار من السمنه. هنشوف دكتور منير ويليام هيدي نصيحه واستشاره لكل الامهات اللي بنقول لهم الحمد لله على السلامه طبعا كلهم، والفقره هتقدمها لنا غاده عبد السلام وبيعدها طارق عجل. وبالتحديد فكره شفط الدهون، كتير من السيدات بتتساءل هل هذه العمليه عمليه امنه ولا فيها مخاطر؟ هنعرف الإجابة في الفقرة اللي جاية. وتمنياتنا طبعا للجميع بالصحة والسعادة والجمال. مشاهدينا الاعزاء صباح الخير واهلا بكم معانا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. وصلت مشكله للبرنامج هنناقشها مع حضراتكم. المشكله بتقول انا سيده عمري 38 عام، متزوجه ولدي 3 ابناء، والمشكله عندها متعلقه اساسا ببروز البطن. هي بتقول انا كنت مثالا للرشاقه وحاولت الحفاظ على رشاقه جسمي بتفادي السمنه او زياده الوزن، واستمريت على هذا المنوال حتى الحمل الثاني. بعد الحمل الثاني والثالث فوجئت بترهل عضلات البطن وفقدت كثير من رشاقتها وقوامها، وحاولت بالاسلوب الغذائي الصارم وبعض التدريبات الخاصه انها تقوي عضلات البطن، ولكن للاسف هي ملاحظه سقوط وتدلي بجلد البطن من اسفل. هي عندها طبعا عده تساؤلات خاصه بالرجيم وبجراحات شفط الدهون. هنناقش هذه التساؤلات مع الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. صباح الخير يا دكتور منير. صباح الخير. طبعا واضح ان دي مشكله متعلقة أساسا بشفط الدهون وشد عضلات البطن وهذه الجراحات الكثيرة يعني، لكن هي بتقول في البداية هل الأسلوب الغذائي أو البرنامج الغذائي بيعالج هذه الترهلات ولا بس مجرد بينزل الوزن؟ هي المشكلة اللي موجودة عندها مشكلة ثلاثية فيها 3 أبعاد. البعد الأول إن في تراكم للدهون في جدار البطن. المشكلة الثانية ان في عضلات البطن بدأت تبتعد وتتسع، لان معروف ان الصدر فيه عضلتين قويتين جدا بتبدأ من القفص الصدري من اعلى الى عظام الحوض من اسفل. العضلتين دول المفروض ان يكونوا باقوى ما يمكن ومتوازيين، مع الحمل بيبتدي العضلات تفتح وتطلع للخارج. فالمشكلة الثانية ان هذه العضلات بدأت تتسع واضح وعاملة بروز في البطن زي ما هي بتقول. المشكلة الثالثة اللي هي وجود تدلي بكميات زيادة من الجلد الزائد بالنسبة للبطن. فالمشكلة الثلاث مشاكل. فهي لما تتكلم على أسلوب غذائي كرجيم، الأسلوب الغذائي يستطيع أنه فعلا يعالج مشكلة الدهون اللي هي المشكلة الأولى اللي هي متراكمة تحت سطح الجلد. إن هو على طريق هذا الأسلوب الغذائي الصارم هتبتدي تقلل كمية أكلها وتظبطه بطريقة معينة، بحيث إن هي الجسم يبتدي يستغل الدهون ويعتبرها مصدر للطاقة بدلا من المواد الكربوهيدراتية والمواد النشوية، وده بالتالي يقدر يأثر على الدهون الموجودة. الحاجة الثانية إن هي لو اتبعت أسلوب رياضي هتبتدي تقوي العضلتين الموجودين من قدام في جدار البطن بطريقة معينة، بحيث إن هذه العضلات صحيح إنها مش هترجع إنها ترجع للحجم او الشكل الاول اللي كانت موجوده فيه بنفس القوه، لكن هيحصل فيها نوع من القوه تبتدي تزداد قوه هذه العضلات. لكن لا زالت هناك المشكله الثالثه اللي هي الترهل الموجود في عضلات في جلد البطن. فهي اذا اتبعت نظام غذائي صارم هتقدر تسيطر على الدهون الموجوده في جدار البطن، اذا اتبعت اسلوب رياضي صارم هتقدر تسيطر على المشكله الثانيه اللي هي ضعف عضلات البطن تحاول تقويها بطريقه او باخرى، انما لن تستطيع ان تحل مشكله ترهل الجلد الناتج عن هذا الحمل المتكرر. هي بتقول ان هي طبعا ظلت بتحافظ على قوامها للحمل الثاني يا دكتور، ولكن بعد الحمل الثالث ما قدرتش تستمر في هذا القوام. هل محاولتها ان هي تقوم ببعض التدريبات اللي زي ما هي بتقول تدريبات خاصه بتقويه العضلات، طبعا اثناء الحمل او يعني اثناء فتره الحمل وبعد الولاده بتكون هذه التدريبات ما بتقدرش تقوم بها بصفه دوريه زي ما كانت بتقوم بها قبل كده؟ هل انه الانسان لما بيزاول هذه التدريبات وبيحافظ على قوام رشيق الى اقصى وقت ممكن وفجاه بينقطع عن هذه التدريبات، ده بيسبب هذا الترهل اللي هي وصلت له؟ هو بالظبط سيادتك حطيت ايديك على المشكله. السيده دي لو هي اثناء فتره الحمل تتبع اسلوب غذائي مظبوط يحافظ على جسمها وعلى جسم البيبي الموجود عندها، وفي نفس الوقت اسلوب رياضي مثالي تقدر تقوي بيه عضلات البطن،
مش ممكن هتعاني من هذه المشكلة، لكن واضح ان هذه السيدة كانت بتحافظ فترة وفجأة انقطعت، فطبعا هذا الانقطاع بيفلت الجسم على طول، بتبقى مفيش تناسق بين الدهون اللي بتتراكم تحت الجلد وبين قوة العضلات اللي بتشتغل في الجسم وبين الجلد اللي بيبتدي يتراكم ويتدلى من ناحية ثالثة. لكن هي هذا احنا بنشوف سيدات كثير جدا ولدوا اكثر من مرتين وثلاث مرات وجسمهم متناسق ويتمتع برشاقة معينة، لان بتبقى السيدة محافظة على رشاقتها طوال فترة الحمل وبعد فترة الولادة. هي بتقول هل استعمال حبوب منع الحمل بيزيد من هذه الحالة اللي عندها، حالة الترهل والعضلات اللي مش مشدودة؟ هو الحقيقة واضح ان حبوب منع الحمل ما هي الا هرمونات الانوثة، سواء كان الاستروجين هرمون الاستروجين او هرمون البروجسترون او الاثنين مع بعض. الحقيقة هذه الهرمونات مشكلتها الاساسية انها بتؤدي الى امتصاص وتراكم المياه تحت سطح الجلد او داخل الخلايا، وبالتالي معروف جدا ان السيدات اللي بتناول حبوب منع الحمل نسبة كبيرة منهم بتعاني من مشكلة زيادة الوزن. وعلشان كده لابد ان طبعا كل واحدة بتتناول حبوب منع الحمل لابد انها تتابع حالة جسمها، تتابع الميزان بتاعها، لو حست ان جسمها ابتدى يتقل، رجليها ابتدت تورم، بتتابع على طبيب مع طبيب نساء او طبيبة نساء اللي هي بتباشر معاها. لكن استعمال حبوب منع الحمل احنا بنلاقي السيدات بتقولك انا ليا 7 سنين بستخدم حبوب منع الحمل، حاجة صعبة. لابد من متابعة، لان من الاضرار الصعبة في حبوب منع الحمل هي تجميع السوائل داخل خلايا الجسم، وبالتالي ده يؤدي بطريقة غير مباشرة الى زيادة الوزن. هي عندها تساؤل اخر بتقول ما هي خطورة تجمع الدهون في منطقة البطن؟ ده سؤال مهم جدا، لان الحقيقة هي عبارة عن خطورة السمنة بصفة عامة وتراكم الدهون بصفة خاصة. المشكلة الاولى ان تراكم الدهون في منطقة البطن بيخلي الجسم معروف ان ليه خط ميزان عمود فقري بطريقه معينه، مركز ثقل للجسم بيبدا من عظمه الراس الى عظام الفقرات وبينتهي الى عظام الحوض وبينتهي الى اسفل. لما بيكون في بروز الى الامام، مركز الثقل الموجود في ده بيخلي الجسم يميل الى الامام، وبالتالي الانسان يبتدي يعاني من مشاكل مؤلمه جدا في الظهر، مشاكل مؤلمه جدا في الركبتين وخشونه معينه في الركبتين. تراكم الدهون تحت سطح الجلد ممكن يكون سبب مباشر في اصابه الجسم بتشحم الكبد الشحمي، ممكن ترسب الدهون بيؤدي الى ترسب الكوليسترول في جدار الدم يؤدي الى زياده وزن الجسم، ممكن يؤدي الى الاصابه بمرض زي مرض السكر، ممكن يؤدي الى تصلب الشرايين وبالتالي يدخل في مشاكل زي امراض الذبحه الصدريه او امراض القصور في عضله القلب او امراض تراكم ترسيب او تكون جلطه في المخ وهكذا. دي مشكله كبيره جدا. وبعدين سيادتك ما تنسيش ان السمنه ده مرض العصر، المشكله دلوقتي في كل العالم مش في مصر بس، يعني مشكلة البدانة المفرطة والسمنة للحركة اللي قلت جدا والريموت اللي موجود في كل حتة دلوقتي وقلة الحركة وقلة النشاط الرياضي والأكل التيك اواي اللي موجود دلوقتي في كل الدنيا اللي بيمثل أكتر من 70% من غذاء الناس، دي بقت مشكلة خطيرة جدا من نتيجتها البدانة المفرطة اللي بدأت تدي مشاكل كبيرة جدا زي مشاكل ترهل عضلات البطن والبدانة المفرطة وهكذا. شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين في نهاية لقائنا بنشكر الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية، وبنتمنى أن تكون صاحبة المشكلة سمعت الإجابة على تساؤلاتها، وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.